السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا في هذه الحلقة أن نضيف الدكتور محمد أنور البيومي، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. العقل هذا المكون العجيب في الإنسان وأحد أهم خصائصه المنفرد بها عن غيره من المخلوقات، هو آلة التفكير التي بها يرتفع الإنسان في حياته ويسمو. وإذا ما كان التفكير كذلك في الدنيا، فهل هو أيضا طريق الإنسان للسمو في الآخرة؟ ما حقيقة التفكير وأي منزلة أنزله إياها الإسلام؟ وهل يمكن أن يكون التفكير المجرد طريقا لمعرفة الحق؟ ما مقاصد هذه الظاهرة العقلية؟ هذه محاور بارزة من حلقة اليوم، تأتيكم تفاصيلها بعد هنيها. أهلا بكم. أجدد ترحيبي بكم مشاهدينا الفاضلين، كما أجدد من خلال حضراتكم الترحيب بضيف الحلقة الكريم الدكتور محمد أنور البيومي، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. أهلا ومرحبا بكم دكتور. يا مرحبا أستاذ جهاد والسادة المشاهدين جميعا، بارك الله فيكم. فيك بارك الله دكتور. بداية، حقيقة التفكير ومفهومه في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. التفكير هو بذل الوسع الذهني والبحث لإدراك الحقيقة في شيء ما، إما أن يكون شيئا معنويا أو يكون شيئا ماديا، لإدراك وجه الحق منه وتكوين تصوير عام صحيح عنه. هذا هو التفكير. وقيل هو فعل العقل الواعي، ما يفعله العقل الواعي هو التفكير، أما خارج العقل الواعي فليس بتفكير، إنما هو عقل الباطن، يعني يخرج ما المخبوء فيه. والتفكير، هذا التفكير عندنا في ديننا فريضة شرعية كما عبر بعض الناس، وضرورة إنسانية، لا بد للإنسان أن يفكر ولا بد للمرء أن يفكر. يفكر في نفسه، يفكر في من حوله، يفكر في الخلق، يفكر في معاشه، يفكر في معاده. هذه فطرة في النفس وطبيعة، وتجري يعني بإرادته أو حتى من غير إرادته، فهي يعني طبيعة قاهرة. التفكير طبيعة قاهرة، قد يكون لها عوامل خارجية تقهر الإنسان على التفكير فيها، في كل ما يهمه وما يشغله وما يعني يحرك أو يؤرقه أو يأخذ حيزا من حياته وتفكيره. نعم، يعني ذكرت عبارة مهمة، طبيعة قاهرة، لا تحلل هذا المعنى، تفصله تبينه قليلا. كيف هي طبيعة التفكير طبيعة قاهرة، بمعنى أن الإنسان لا فكاك من أن يفكر؟ هذا نعم مقصود؟ أحيانا نعم نعم، لا فكاك له من أن يفكر في كونه، في معاشه، فيما يشغله. لو أن المرء شغل بالمعاش أو شغل ببعض الهموم أو شغل ببعض الإشكالات التي تحوط به، أو شغلته آخرته عن دنياه كما كان يصنع الصالحون قديما، فهنا يعني تسيطر عليه الحالة التي دخلت عليه فهيمنت على فكره وكيانه وجوارحه، فأصبحت قاهرة له لا 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 يكاد ينفك عنها. طب في السياق، يعني نتحدث عن هذه الظاهرة العقلية، منزلتها ومكانتها في الإسلام، قلت إنها يعني طبيعة قاهرة، هل أدخلها الإسلام في قضية، يعني في الجانب الغريزي، بمعنى أن التفكير قضية غريزية عند الإنسان؟ هي نعم، التفكير قضية غريزية عند الإنسان، ولكن أنا أقول هي طبيعة أو غريزة في النفس، لكن ليست في كل القضايا، لأنه في قضايا مهملة عند الإنسان أو عند كثير من الناس، يعني ما يشغلك قد لا يشغلني، وما يشغل سين من الناس قد لا يشغلني لا أنا ولا أنت. إذن فإنما الذي يشغل المرء هو هذا القاهر له على التفكير، إنما الأمور التي يعني تشغل العامة أو تشغل الخاصة أو تشغل فئة دون فئة أو طائفة دون طائفة، هذا ما يعني يتميز به كل امرئ عن أخيه أو كل طائفة عن إخوتها، فيبدأ في التحرك معها والتفكير، فإيجاد حلول، إيجاد مخارج،
إيجاد تحسينات، إيجاد تطوير، وهكذا. نعم دكتور، حقيقة بعد الفاصل يعني سيكون الحديث، أزعم أنه سيكون عميقا إن شاء الله، وسيطال يعني محاور حساسة في قضية علاقة العقل أو التفكير بالشريعة، لكن نحن ما زلنا في موضوع المنزلة وما زلنا في الموضوع. ذكرت نقطة أيضا مهمة جدا، قلت إن التفكير فريضة. نعم. في الإسلام. طب إذا ما كانت هي قضية غريزية فكيف تكون فريضة؟ ما معنى هنا فريضة؟ قلت إنه قد أحيانا يكون غريزة وأحيانا يكون طرف أو فوق الغريزة أو فوق الطبيعة القاهرة، فيكون من باب هنا يكون من باب الوصول إلى الحقيقة أو الوصول إلى الحق، فهذا أمر زائد عن حاجيات الإنسان. سمو عقلي وليس طرفا. أيوة نعم، سمو عقلي. نعم أحسن. فهو زائد عن حاجة الإنسان وعن ضروراته، فلذلك هو قد يدخل في هذا المعنى. أما إذا نظرت إليه بالنظرة الشرعية وليست بالنظرة الفلسفية، فلذلك نقول هو فريضة شرعية، لأنه به يصل الإنسان أو هو يعينه على التدبر الشريعة وعلى إدراك الحق منها وعلى تحسين أمره في الآخرة. ولذلك نقول إنه ورد عندنا في المصحف الشريف في ما يعني ما من جزء من أجزاء القرآن إلا وسوف تجد فيه آية تحث على النظر أو الفكر أو التدبر أو التفكر أو مخاطبة العقل أو مخاطبة الأفئدة أو مخاطبة العالمين أو ضرب الأمثال للفاهمين أو ضرب الأمثال لمن يحسن التفكر أو يحسن النظر في هذه الأمثال. ولذلك كثيرا ما نجد مثلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين عاقبة المكذبين، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. عندنا آيات كثيرة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. هذا إذن دعانا القرآن إلى النظر في الأنفس وفي الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. في الكون المنظور من حولنا، ثم في الكتاب المسطور وهو القرآن العظيم، قال ربنا جل جلاله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وعندنا في سورة الأنعام سورة النحل فقط، هذه السورة العظيمة تكفينا لإدراك قيمة التفكير في الإسلام، وكذلك سورة النمل وكذلك سورة الواقعة، سور عظيمة يعني تخاطب العقل وتحاوره وتطرح عليه أطروحات وتسأله عدة أسئلة وتنتظر منه الجواب، فإن كان جوابه مصيبا يعني استحسنت منه هذا، وإن كان جوابه خطأ ردت عليه وحاورته. ولذلك هذا القرآن العظيم هو رسول حي، تسأله فيجيبك، تحاوره فيحاورك، ثم يغلبك ويقهرك لأنه كتاب عزيز. ولذلك ربنا جل جلاله يطرح علينا قضيتين، قضية من الخلق في الكون وهو إخراج العسل، وقضية إخراج اللبن، ويعني ويزين الصورتين واحدة بالعقل وواحدة بالفكر، فيقول جل جلاله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وعند العسل يقول ربنا جل جلاله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فالله جل جلاله عند هذه النعم وتلك الدلائل الربانية على قدرته ووحدانيته، مرة يستنهض العقل للتعقل والفكر، ومرة يستنهض الهمم للتفكير في هذا، حتى حينما أنزل الماء من السماء قال جل جلاله وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب
ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فالله جل جلاله يستنهض فينا الهمم والعزائم للتفكر أو للتفكير في خلق السماوات والأرض، في خلق النفس، في وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقبلها قال ربنا تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. فالنظر في كل هذا في الخلق حتى في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا الله أن نبحث أمره وسيرته وحياته وأخلاقه وشمائله حتى يعني نقف على جوهر الكمال البشري فيه وعلى نعمة الله تبارك وتعالى عليه. فيقول سبحانه وتعالى ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين إن هو إلا نذير مبين. فلذلك يستنهض الله عز وجل همم الناس أن يبحثوا في هذا النبي العظيم وفي سيرته صلى الله عليه وسلم وفي هديه ودله ومشيه وقوله وخلقه وأخلاقه حتى يتبين للناس هل لماذا عصم الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام وعصم وجاهته وجاهه من الطعن والسب، ويعني توعد سابه بالقتل وإهدار الدم سواء كان مسلما أو كافرا، لأنه من يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما يتهم الله عز وجل بما لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا واقعا، يتهم بأنه لا يحسن اختيار رسله. نعم. وهذا يعني عند الناس منقصة عظيمة جدا، فكيف برب العالمين العليم الخبير؟ كيف يعني تتهمون اختيار رب العالمين؟ ولذلك نحن مثلا ندعو الكفار إلى الفكر، إلى التفكر والتفكير والنظر، أنتم تتطاولون على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نرد بالتطاول على عيسى ولا موسى ولا إبراهيم ولا غيره، لأنه لا فرق عندنا بين عيسى وموسى، كلهم اختيار الله تبارك وتعالى، وكلهم صفوته، وكلهم يعني من أنبياؤه ورسله، ولا فرق عندنا في هذا. فلذلك نحن لا نرد بالطعن في إخوانه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يغضبه، هذا مخالف لشريعتنا وعقيدتنا. أما هم فيتطاولون على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يفكرون، كيف نحن المسلمين لا نرد بالتطاول على أنبيائهم؟ ألا يعلموا من هذا أنهم بهذا أعطوا عقولهم إجازة عن الفكر وإجازة وعطلوا وسائل الإدراك في أنفسهم وفيهم؟ قال ربنا جل جلاله وفي أمثالهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك يأتي أبناؤهم من بعدهم على نفس المنوال فيناديهم رب العالمين، وإذا قيل لهم تعالوا إلى اتبعوا ما أنزل الله تعالوا إلى الله واتبعوا ما أنزل الله والرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فمرة يقول آباؤهم كانوا لا يعلمون، ومرة يقول آباؤهم كانوا لا يعلمون، ومع ذلك الأبناء يسيرون خلف هؤلاء الجهال المتاعيس الذين جلبوا على أنفسهم التعاسة والشقوة وجلبوها لأبنائهم وأجيالهم أيضا. هنا دكتور قضية التفكير، مما يعيق التفكير، عوائق التفكير، هل يمكن أن يكون الهوى عائقا في طريق التفكير، الشهوات إلى آخره؟ هذه واحدة. والثانية قبل أن نذهب إلى الفاصل، هل منزلة التفكير الرفيعة التي أعطاه إياها الإسلام ورفعها إلى مرتبة الفريضة من أجل التفكير لذاته أم للنتائج الموصل إليها؟ أنا ما أجيب عن أنه سؤال، نبدأ بالثاني. طيب، التفكير في عندنا يعني هو فتح الله بابه وطالب به الناس أجمعين، طالب به الناس أجمعين ليصلوا من خلاله إلى حقيقة واحدة هي ما قرره القرآن. أما إذا وصلوا إلى ما يخالف القرآن فليعلموا أنهم ضلال كفار، لأن القرآن هو كتاب الحقيقة المطلقة، فكل ما سواه باطل وكل ما خالفه باطل منكر. فإذا فكرت مهما فكرت ثم
ثم وصلت إلى غير ما وصل إليه القرآن فهذا انحراف. فلذلك نقول إن التفكير الذي يصل بك إلى الحقائق الذي قررها القرآن هذه عبادة، ولذلك هو في ذاته يكون عبادة ولمقصوده يكون عبادة أخرى، فهو عبادتان في 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 لحظة واحدة. عبادة التفكر في ذاتها عبادة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إذا وصلوا إلى غير هذه النتيجة فاعلم أنهم ضلال كفار. أما إذا وصلوا إلى هذه النتيجة فتكون وسيلتهم وغايتهم عبادة. نعم طعم، يعني أنت ربما قفزت قليلا على المحاور. نريد أن نسألك عن موضوع إذا ما كان التفكير في المجرد، وثمة من علماء المسلمين من يقول أن التفكير المجرد إذا أعمل ووصل به إلى الحقيقة ولم تكن هذه الحقيقة في الإسلام فهو معذور عند الله، على رأي بعض العلماء الحديثين أو المعاصرين. نريد أن نبحث هذا الأمر بعد الفاصل، لو أذنت لنا نواصل هذا الحديث بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، وهذه عودة للحديث عن ظاهرة التفكير وآثارها وضوابطها في الإسلام، وحديثنا في هذه الحلقة دائما مع دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. نجدد الترحيب بكم دكتور. يا مرحبا. قبل قليل يعني كان كلامك واضحا في الاعتراض على أن التفكير إذا قاد إلى غير حقائق النهائية التي قررها الإسلام فهو تفكير باطل غير مأجور بل تفكير فاسد. ثمة من علماء المسلمين من يقول، فيما أظن أن فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي يعني قال في أن إذا الإنسان استفرغ الجهد في التفكير المجرد منطلقا غير منطلق من نظريات ومعممات مسبقة ووصل إلى الحقيقة مثلا للاعتقاد بأن الحقيقة ليست في دين الإسلام وإنما في دين النصارى أو في اليهود أو ربما في البوذية، فهذا عند فضيلة الدكتور وهذا الفريق يعني من العلماء فهو معذور. فهمت من كلامك كلاما مخالفا، لو تحرر لنا المسألة لماذا هذا التفكير ليس صحيحا؟ والله يا أستاذ قاعد كنت أحب ألا تذكر أسماء لكن ما فيش مشكلة. التفكير الذي يصل بصاحبه مهما بلغ فيه من جهد ومهما استفرغ فيه من وسع ومهما استعمل فيه من أدوات وعقل ومساعدات وبلغ ووصل به إلى غير حقيقة الإسلام فهو كافر بلا شك، هذا لا شك عندنا فيه. فالله تبارك وتعالى قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وقال جل جلاله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. من شك في هذا في هذه الحقيقة الإلهية كفر، ولذلك قال ربنا تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هل تجد يعني أظهر من هذا البيان الإلهي في تفصيل هذه الحقيقة الظاهرة الواضحة؟ وأنا يعني أرى أن الكلام ليس كلام الشيخ القرضاوي إنما هو كلام المعتزلة، هذا الكلام كلام المعتزلة لأنهم يرون التحسين والتقبيح لعقليين
بل إنهم يعني وصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك بالاكتفاء بالعقل عن الرسل، فهذا هذا ضلال مبين والعياذ بالله. لذلك نقول أي إنسان بذل وسعه واستفرغ جهده في أي مسألة شرعية أو وانتهى فيها إلى غير إلى نتيجة تعارض ما جاء به القرآن فهو بلا شك كافر، بلا شك، هذا بلا شك، وهو في الآخرة من الخاسرين كما قال ربنا جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك الذين مثلا لو أن إنسان استفرغ جهده ووسعه ورأى أن عبادة البقر أفضل من عبادة الله، ماذا نقول لهم؟ أنت معذور وأنت لست من أهل النار. ولو أن رجلا استفرغ جهده ووسعه وبلغ مبلغه من البحث والتنقيب، نعم، ورأى أن بوله أطهر من ماء السماء، نقول له صدقت؟ طب لماذا هو هنا كافر مع أنه أخذ بكل الأسباب وفكر وحاول أن يصل إلى الحقيقة لكن ما وصل إليها؟ لماذا هو مثلا يعني ليس معذورا هنا؟ هو ليس معذورا لأننا لسنا في مرحلة ما قبل الإسلام، عندنا القرآن وعندنا السنة، فأين العذر؟ أين عذره إذن؟ عذره لو كنا لا نملك القرآن ولم يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم نسمع بهذا في دنيا الناس، إنما القرآن ملأ الآفاق والسنة ملأت الأجواء، وهو يعني الكلام أنه قارن بين الأديان، إذن فيعلم أن عندنا دين وعندنا إسلام وهذا هو القرآن، إذن هو قارن بين الأديان. إنما لو لم يسمع بالإسلام ثم وصل بعقله إلى أن الحق في غير التوحيد أيضا ضال. لماذا؟ إنما قد لا نكفره، لأن الفطرة تنادي بأن الله هو الخالق الواحد الرازق المعبود، الفطرة في النفس هكذا. ولذلك لما خلق الله الخلق أخذ منهم هذا العهد والميثاق: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وكل إنسان يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلذلك هذه الفطرة الصارخة في النفس هي التي تدل على الله تبارك وتعالى، كما يعني هدت المشركين قديما إلى الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يقرون أن الله هو الخالق وأنه سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، لكنهم الشيطان خدعهم ويعني سول لهم عبادة الأوثان قربا إلى الله. فهذا يعني قد يعني يكون عندهم هنا بعض الكلام في غيبة النبي، ليس عندهم نبي يبين لهم أن هؤلاء لا يصح أن يكونوا وسيلة ولا قربانا ولا قربة إلى الله، هذا لا يصح. فلذلك نقول إذا وصل به عقله في غيبة الإسلام إلى خلاف ما عليه القرآن فهو ضال. ولذلك قال القس بن ساعدة: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحر ذو أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذه الفطرة الناطقة في النفس الطاهرة الصافية. أما حينما يعني الفطر المنكوسة التي أباحت الزنا والشذوذ ثم حرمت الزواج على البنت ولو كانت صغيرة تطيق الزواج، ويعني أنكروا على القرآن أن يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، التي لم تحض هي البنت الصغيرة، قالوا: كيف تجيزون اغتصاب البنت الصغيرة؟ ثم يعني أنتم تنكرون علينا إباحة الزواج، نحن لم نجبرها على الزواج، لم نقل لأبيها لابد أن يزوجها، ثم هل تزوجت بنت صغيرة ثم اشتكت إليكم؟ أنتم تنكرون على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهي بنت 9 سنوات، هل اشتكت إليكم عائشة رضي الله عنها؟ هل يعني رصدتم في كلامها شكوى، حرف واحد من الشكاية
طول زواجها بالسيد الأجل صلى الله عليه وسلم ما حدث، ولذلك تنكرون علينا هذا ما أباحه الله. ثم أرصد في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا الصغيرات المغتصبات يا أخي والزانيات وهن صغيرات، أرصد هذا في كل دقيقة، في ليس في كل يوم وليس في كل شهر كما جاءت به التقارير العالمية. تقول في فرنسا في كل دقيقة 7 مغتصبات، منهم واحدة ولا اثنتين صغيرة. إذن لماذا أنتم تفكرون بأرجلكم كما قال ربنا جل جلاله عنكم وكما قال ربنا عن أمثالكم؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. رجل لا يستطيع أن يحاكم حاكمه الذي يحكم بلاده بالحديد والنار والجور والبوار، ثم يريد أن يحاكم رب العالمين، ما هذا؟ ثم بعد ذلك يأتي من يقول إن الإنسان يستطيع أن يصل بعقله المجرد إلى الحق الذي يخالف القرآن. لا حق في خلاف القرآن، هذا قول واحد، لا حق في خلاف القرآن، كل ما خالف القرآن فهو منكر باطل لا شك في هذا. قال ربنا جل جلاله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذا كان القرآن مهيمن يا أخي على الكتب السماوية، ألا يكون مهيمنا على أفكار الناس وعلى تصورات الناس وعلى فلسفات الناس وعلى كل لا، القرآن مهيمن على الكتب السماوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما وجد في يده صحيفة من التوراة: ما هذا يا عمر؟ قال: هي ورقة من التوراة أزدد بها علما. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: والله لو كان فيكم موسى بن عمران حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم، ولو كان موسى فيكم حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. واجب عليه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وواجب على عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وكل النبيين. قال ربنا تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ثم يأتي بعد ذلك الجاحظ أو غير الجاحظ، ما أي حد يقول يستطيع أن يوجد الحق في خلاف القرآن، هذا كفر محض يا أخي، لا شك في هذا، لا حق في خلاف القرآن، لا حق في خلاف القرآن. طيب دكتور، يعني هذا كلامك يعني بالضرورة يقود إلى الحديث عن حدود التفكير. هل وضع الإسلام سياجا لحركة العقل التي هي التفكير هنا؟ أيوة نعم صحيح. كيف هذا السياج؟ القرآن وضع أحكاما للتفكير، وضع أحكاما وبينها للتفكير. رقم واحد أنه راعى أن تفكير الناس ليس على درجة واحدة، أن الناس متفاوتون في تفكيرهم وفي درجة تفكيرهم وفي درجة ذكائهم، فما يصل إليه الأستاذ جهاد بفكره وعقله قد لا يصل إليه محمد، لأن محمد يعني رجل مسكين لا علم له، لم يتعلم، لم يأخذ حظه من التعليم، لم يمنحه الله القدر الكافي من الذكاء والفهم. ولذلك يعني الله قرر هذا في القرآن، أن الناس ستختلف وأن الناس ستبقى على هذا الخلاف لأن درجات الفهم مختلفة. الثانية أنه في مساء عندنا يجرنا هذا إلى أن الحق يعني هو متعدد، أن الحق متعدد، وإذا ونستطيع أن نقول في حتى نحرر العبارة هنا أن كل ما كشف الله عز وجل فيه عن وجه الحقيقة فيه فالحق فيه واحد لا يقبل التعدد. مثل مثلا قل هو الله أحد، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الحق فيها واحد لا يقبل التعدد. لماذا؟ لأن الله كشف فيها عن وجه الحق. أما الأمور التي لم يكشف الله عز وجل فيها عن وجه الحق فالأمر فيه سهل وقد والحق فيه قد يتعدد المسكوت عنه يعني نعم، أو حتى الدائرة التي فيها النصوص غير قطعية الدلالة، محتملة الدلالة، فكما في حديث بني قريظة. فلذلك لا بد أن نراعي مثل هذه الأمور عند الاختلاف وعند التفكير. أيضا عندنا ميادين للتفكير، عندنا ميادين التفكير فيها مباح، وعندنا ميادين التفكير فيها محرم
محرم مقطوع بحرمته، كالتفكير في ذات الله عز وجل، التفكير في الغيب المطلق، والله عز وجل هو الغيب المطلق الأول، فلا تفكر في ذات الله ولكن فكر في خلقه وفي آلائه وأنعمه. لهذا يعني نحن ممنوعون من التفكير في ذات الله ومن التفكير في غيب المطلق. الحكمة من هذا المنع؟ الحكمة من هذا المنع؟ لأن العقل له مساحات وله إدراكات، هذا وهذه فوق إدراكاته وفوق مساحاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، ربنا اللي قال هذا جل جلاله، لا تحيطون به علما ولا تحيطون من علمه بشيء إلا. ولذلك الملائكة يا أخي انظر إلى الأدب، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فحينما تريد أن تدرك الحقيقة المطلقة والحق المطلق والغيب المطلق وهو الله رب العالمين، أنت واهم. فهنا يكون إنسان واهم، كيف يدرك ما لا يدرك؟ الله لا يدرك، وكما لا يدرك سبحانه وتعالى بأفعاله، نحن لا نعلم عن الله سبحانه إلا ما أعلمنا به هو أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه الدائرة دائرة محمية، لا يجوز التفكير فيها إلا في النطاق الذي وضحه القرآن. الدائرة الثانية النصوص قطعية الدلالة، المسائل التي قطع الله عز وجل فيها بالحكم، فهذه نصوص، هذه دوائر غير مطروحة للتفكير إلا لفهم النصوص. إنما تأتي مثلا تقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ليه يا أخي تدي للأنثى نصف الرجل؟ الرجل يعني كذا وكذا، والأنثى ظلمتم المرأة يعني أنتم أنصفتم المرأة والإسلام هو الذي ظلمها، أنتم جعلتم المرأة سلعة رخيصة تباع وتشترى لكل من له مال. إنما لا، فلذلك يقولون للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى جاء واحد في الإعلام وقال إحنا لن نحرف القرآن، أم لا تعمل إيه يا سبع البرمب؟ قال سنجمد هذا النص. تجميد النص كتحريفه هذا كفر والعياذ بالله، من أين لهم هذه الجرأة على الله وعلى الدين؟ لأن الحارس الإسلام غايب. فلذلك تجرأ هؤلاء اللصوص وتجرأ ذئاب الأرض وكلابها على شريعة الله تبارك وتعالى. فهذه دائرة، لا هذه دائرة غير مطروحة للتفكير، التفكير فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف نطبق هذه القاعدة فقط؟ هذا التفكير، محل التفكير هنا. الثانية أننا نتلمس الحكم من هذا النص القرآني وهذه الشريعة الإلهية، لماذا أعطى، لا نقول لماذا، إنما نقول ما الحكمة يعني من إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين. يا أخي الحكم كثيرة جدا، المرأة من يوم أن تولد إلى أن تموت نفقتها ليست عليها، وأما الرجل يعني نفقته على أبيه ثم على نفسه من يوم أن يشتد عوده. فلذلك هو مطالب بالنفقات، مطالب بالنفقة على نفسه وعلى زوجه وولده وأمه وأخته، عنده تبعات كثيرة جدا. إنما المرأة، ده المرأة إذا أعطت لزوجها، يعني كان زوجها في ضائقة وأعطته مالا صار دينا عليه، يعني تطالبه به إن شاءت. فلذلك المرأة لا تطالب بالنفقة. فلذلك الإسلام أعطى الرجل نصف، ثم إن الإسلام لم يعطي كل رجل ضعف كل امرأة. نعم. لا، هذه مسألة أخرى. طيب. فلذلك هذا موطن أو ميدان التفكير. أما ميادين هذه ميادين ممنوعة، أما ميادين المباحة للتفكير لا، كثيرة جدا. انظر في الشريعة، في الأحكام الشرعية، انظر في رسول الله، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فلذلك القرآن هو نفسه جل جلاله دعا إلى التفكر في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بصاحبكم من جن أولم يتفكر، قل انظر في السماوات والأرض والإبل، وانظر في نفسك، عندنا كتاب مسطور وكتاب منظور، اقرأوا انظروا واقرأوا. ولذلك
كانت أول باكورة الوحي صيحة في عالم القراءة والكتابة، اقرأ ولكن باسم ربك، اوعى تقرأ باسم الشيطان، وإياك أن تقرأ باسم الهوى، وإياك أن تقرأ باسم الشهوات، إنما اقرأ ما تشاء لكن باسم ربك. لماذا؟ حينما تكون القراءة باسم الله يكون الله جل جلاله حكما مهيمنا على المقروء. نعم. جميل دكتور، في موضوع التفكير بالتقليد، هذه مسألة مطروقة في الإسلام، يعني الإسلام يقبل بالتقليد أم يحض على التفكير في مسائل الفرائض والأحكام والعقيدة؟ لا، هو الإسلام في الحقيقة المنشور في الكتب إن التقليد في العقيدة لا يجوز، وهذا غير صحيح. كيف؟ إنما إحنا عندنا مراحل، عندنا مراحل، وعندنا التقليد نوعان، تقليد ممنوع وتقليد مندوب إليه. التقليد الممنوع أن تقلد من ليس بمعصوم، وأن تقلد من يتبع الهوى، وأن تقلد الجاهلين والفاسقين والفاسدين والظالمين، هذا هو التقليد المذموم، التقليد أن تقلد المنحرفين. ولذلك ذم الله تبارك وتعالى الكفار لأنهم قلدوا آباءهم في الكفر، لا لأنهم قلدوا، لم يذم التقليد إنما ذم التقليد في الكفر. ولذلك نحن ماذا نصنع؟ نحن نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا أمر عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين أنعم الله عليهم فبهدى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، هذا أمر من الله. ما ضرورة وما فائدة الآيات التي تحض على النظر والتفكر والتدبر من الله سبحانه وتعالى إذا ما كان التقليد بهذه الطريقة التي تحدث عنها مباح؟ أنا قلت هنا، ولذلك يعني النظر والتفكر، من ينتفع بالنظر والتفكر؟ كم كافر وجدته بالنظر والتفكر أسلم؟ أنا أتحدث أو بداية في دائرة الإسلام. ما هو في دائرة الإسلام المسلم مش محتاج مسألة التفكر عشان يسلم، ولذلك التفكر ليس له أثر في العقيدة، لا بناء ولا تأسيسا. ولذلك قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تعمل معهم ايه؟ ان الله ايه؟ ان الذين كذبوا بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. ولذلك قال الله تعالى عن الكفار ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وهناك يقول اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. فلذلك عندنا يعني لما تنظر إلى الكفار كم كافر تفكر وقرأ. طيب. وتعلم بيكون حاصل على أعلى الدرجات ويعبد البقرة. طيب. ويعبد فأر. في مسألة المسلمين دكتور محمد، يعني أنت تقول أن المسلم لا حاجة لأن يتفكر للإيمان بالله، إذا كان مسلما يمكن أن يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يفيد بأن لا حاجة لأي أعجمي أن يتعلم لغة العرب لكي يفهم دينه، يكفيه أن يقلد. أي أعجمي يجب عليه أن يتعلم العربية. طيب إذا لماذا يتعلمها؟ ليفهم الدين، ليفهم الإسلام. هذا 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 هذه فريضة. إذا هنا دخلنا في دائرة التفكير والفهم، في دائرة التفكير، لأن الفهم هي من قضايا التفكير. يعني عفوا، الأعجمي يجب أن يتعلم اللغة العربية حتى يقرأ القرآن فيفكر في معانيه ويصل إلى مدلولات الألفاظ والآيات والأحكام. لا ليؤمن. لا ليؤمن. أنا كلامي كان في التفكير المؤدي إلى الإيمان. لا. قال الله تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمؤمن هنا والذين اهتدوا زادهم إيمانا، زادهم والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلذلك المؤمن التفكير في الخلق والأرض والعرض والمال والسماء هذا لا يزيده إيمانا يا شيخ، إنما قد يزيده علما، قد يزيده علما، والعلم بمقتضاه الخشية ومقتضاه الخشية. إنما الإيمان الاعتقادي خلاص هو راسخ عنده، هذا لا يزيد ولا ينقص ولا يقبل الزيادة ولا النقصان، إنما الذي يقبل هنا الزيادة والنقصان الإيمان الشعوري، الخشية، التقوى، وليس الإيمان الذي ينقله من الكفر إلى الإسلام. الإيمان الذي ينقله من الكفر إلى الإسلام انتهى خلاص.
فهذا التفكير إذا انتفع به أهل الإيمان انتفعوا به في زيادة العلم، وزيادة العلم يزيد بها الخشية. إنما انظر إلى الكفار ومعهم أعلى الشهادات في الطب والهندسة والجيولوجيا، ومع ذلك الكفار يسجدون للبقر ويعبدون الأغنام ويعبدون الفئران ويعبدون فروج النساء، بل ومنهم الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله أصلا. إذا بالنسبة للناس الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى يكتفى به بالنقل، وهو تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أليس كذلك دكتور؟ قبل الإيمان ولا بعده؟ قبل الدخول في الإسلام ولا بعده؟ قبل الدخول في الإسلام. لا، يبقى هنا النظر. النظر بالنسبة طبعا للإسلام. أما المسلم دخل خلاص بيقلد سيدنا النبي. إذا ما كان النظر، لماذا بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن، جاءه نقل، جاءه لرفع الحجة أو لإقامة الحجة على الناس وبيان الشريعة. كيف كنا نفهم خلاص أسلمنا، وبعد الإسلام أين العبادة، أين المعاملات؟ لكن عندما أعلن نبوته على قريش، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعلن نبوته على قريش لم يدعهم إلى التفكر والنظر، وإنما قال لهم أنا الصادق وأنا الأمين وأنا نبي الله. يعني صحيح، فهذا إخبار. ومعي أدلة على هذا. بعد ذلك ومعي أدلة على أن بعد ذلك أني رسول. لا، في نفس اللحظات ومعي أدلة على أني رسول. قال يا معشر قريش هل جربتم علي كذبا قط؟ قالوا له لا، أنت الصادق الأمين. قال لو أخبرتكم أن خيرا؟ قالوا صدقنا. قال إني رسول الله لك؟ قالوا أنت كذاب. فإذا هنا كان ما يسوق الأدلة صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته. ولذلك سيدنا خزيمة بن ثابت الله يرضى عنه ويحسن إليه، ومن قبله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر في 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 الإسراء والمعراج، لما قيل له انظر ماذا يقول صاحبك، ماذا قال؟ ذهب إلى بيت المقدس وعرج به. نعم. إن كان قال فقد صدق. فين البراهين هنا وفين التفكر؟ خزيمة بن ثابت لما النبي باع الجمل، اشترى الجمل من اليهودي وأعطاه المال وجحد اليهودي، فقال يا محمد ما أعطيتني مالا؟ قال أعطيتك يا رجل. قال ما أعطيتني؟ قال أعطيتك. فجاء خزيمة بن ثابت فقال اليهودي ألك شاهد يشهد أنك أعطيتني؟ فجاء هنا خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد يا رسول الله أنك أعطيته المال. تمام. بعد ما مشى اليهودي قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت هل رأيتني وأعطيت له المال؟ قال لا. قال كيف شهدت على ما لم ترى؟ قال أنا أصدقك في خبر السماء، كيف لا أصدقك في إعطاء المال؟ ما الذي دعاه إلى الشهادة؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه نشانا إلهيا عظيما، قال من شهد له خزيمة بن ثابت فشهادته بشهادة رجلين. من قوة اليقين يعني. إيه طبعا. طيب، نحن حقيقة وصلنا يعني إلى ولا يوجد وقت لحتى أن نذهب إلى فاصل. نريد أن نسألك يعني في المحور الأخير دكتور عن ثمرات التفكير المرجوة وآثار التفكير. التفكير إذا ما انضبط بضابط الشريعة، فما الآثار والثمرات المترتبة على هذا التفكير؟ رقم واحد زيادة العلم، وزيادة العلم يتلوها زيادة الخشية بالله تبارك وتعالى، وكل هذا يزيد العبد إيمانا معرفة بالله ومعرفة بقدره. فالكفار كفروا بالله لأنهم يجهلون قدر الله. ولذلك كان بعض السلف، بعض الصحابة، من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، يذهب إلى الخربة وينظر إليها، البيوت الخراب التي مات أهلها أو رحل عنها أهلها، فينظر إليها ويقول لها أيتها الجدران أين أهلك، أين من كان يسكنك، ثم يعود إلى نفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فهذا لون من التفكير أو التفكر. التفكير في القرآن، في السنة، في الشريعة، في مقاصدها، في أحكامها، في محاسنها، في مفاخرها، وكلها محاسن وكلها مفاخر، ليس فيها معايب ولا مناقص. ولذلك كلما تفكر الإنسان في شريعة الله تبارك وتعالى ربى إيمانه وعظم يقينه في هذا الدين وفي هذه الشريعة. هذه واحدة. الثانية أنه أصبح يؤسس إيمانه ليس على التقليد للآباء فقط، لا، وليس على يعني الإرث الذي أخذه من الناس فقط،
إنما أضاف إلى هذا براهين وأعطته معطيات سليمة ومقدمات أنتجت نتائج صحيحة. إذن أكد ما كان لديه ولم يضف إليه، إنما أكد ما كان لديه بطريقة علمية. ولهذا نحن يعني لا نظن أو أن التقليد هنا مذموما، لا أبدا، إنما التقليد في باب العقيدة وفي باب الشريعة وفي باب الدين هذا أمر محمود، نحن لأننا نقلد المعصوم ونقلد من لا يتبع الهوى ونقلد من لا يخطئ ونقلد من لا تزل قدمه ونقلد المبرأ عن الحيف والجور، إنما التقليد هنا المذموم الذي يقلد من لا يملك كل هذه الأدوات. فلذلك نقول نحن مؤمنون بالتقليد، ثم أضفنا إلى هذا التقليد أو دعمناه أو زودناه بالأدلة الشرعية والأدلة والبراهين القاطعة من الكون من النفس من. ولذلك كل علم صحيح كما قال بعض شيوخنا رحمه الله، كل علم صحيح يجب أن يدل على رب العالمين، وكل علم لا يدل على رب العالمين يجب أن يحكم عليه بالإعدام. وهذه كلمة حكيمة جزاه الله خيرا. فكل علم لا يدل على الله هذا ينبغي أن يعدم، وكل علم صحيح هو بذاته يدل على الله ولا يتعارض مع الشريعة أبدا أبدا، ما عندنا مشكلة. إذن التفكير حتى ينضبط تفكير المرء، لأن من الصعب السيطرة على نطاق تفكير المرء، حتى ينضبط التفكير يجب أن يكون منسجما مع درجة إيمان المرء. وهناك في الحديث بقية لكن أدركنا الوقت دكتور محمد، أرجو المعذرة. مشاهدين الكرام، أدركنا هذا الوقت في ختام هذه الحلقة. أشكر ضيفي الكريم الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر، شكر الله لكم كرم المتابعة، في حراسة الله.